وذكر حجاج المغرب خبر حرب الكاهنة ديهيا. تولت الكاهنة ديهيا زعامة البربر في جبل أوراس بعد مقتل قائدهم كسيلة، وكان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قد ولى على إفريقيا الأمير حسان بن النعمان. ففتح حسان قرطاجة وسار لقتال ديهيا، فانتصرت عليه عام 77 للهجرة في موقعة عند نهر نيني. فانسحب الأمير حسان وظل يعد العدة للقتال طيلة 5 سنوات، ولما أتاه أمر القتال مع الإمدادات الكبيرة سار إليها بجيش كبير، فخرجت ناشرة شعرها وجعلت تمارس الكهانة بغية رفع معنويات جندها. لكن المسلمين انتصروا في تلك المعركة وأخمدوا تمرد الكاهنة، ودخلت جموع البربر في دين الإسلام.